جينا شفنا عندنا مخرجات في السوق تبغي دعم إضافي حتى ندمجها في سوق العمل. اتفقنا مع بولي تكنيكس بأن احنا وتمكين بولي تكنيكس راح نطلق مشروع جالسين يحطون عليه اللمسات الأخيرة الآن. القصد ان كل من تخرج في تخصص ما يكون مطلوب بالقدر الكافي في سوق العمل بين 6 شهور إلى سنة مدفوع من قبل تمكين نكسب المهارات اللي تدمجها في سوق العمل. عندنا تخصص في الإنسانيات، في الأشياء كثيرة، في العلوم الجغرافية التطبيقية، في كذا كذا تخصص. زين، إحنا الآن راح تسمعون قريبا عن تدشين النظام. الحقوق قلنا يتخرجون باللغة العربية يبون يصيرون بس فقط محامين. مكاتب المحامين اللي في السوق كانوا يدفعون 200 والحكومة تدفع 200، ما يبون يدفعون 200، يبون الآن الحكومة قررت أن تطلق من المشروع من جديد وتتحمل 300 دينار مكافأة للمتدرب دون أن يدفع المكتب شيء حتى ندمجهم في مكاتب المحامين. الهندسة شروط المزاولة المهن الهندسية يطلب 5 سنين، رفعنا السقف إلى 5 سنين دعم 40%، وجالسين نفاوض جمعية المهندسين ومزاولة المهن الهندسية حتى نشيل الناس اللي يواجهون صعوبات عملية في السوق يندمجون في سوق العمل. الإلكترونية، نظم المعلومات، هيئة المعلومات أمس أعلنت أن هي أخذت أول دفعة 400 دينار أثناء التدريب، 800 دينار أثناء التخرج في كل الأشخاص اللي راح ينضمون إلى البرنامج حتى يكونون في نظم المعلومات. أمس الجرائد فيها التحاق 80 شخص كأول دفعة.